حييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني نطل عليكم للمرة الثانية خلال هذا اليوم، ونحييكم ونشد على أيديكم وعلى أيدي جميع الرجال الأحرار والنساء الحرائر. دائما نرفع لهم شارة النصر عالية، لن ننسى الخدمات التي قدموها لشيوخ التربية والتعليم. أما الشلابية فليذهبوا إلى مزبل التاريخ ولا يهمنا أمرهم. وضعاف أمام المادة، الله ما يعقل عليه. شوف الفلوس تبدا يترعد وما يعقلش عليك، يبيعك بأقل الأثمان، يتخلى عليك في أول منعطف، والله ما يعقل عليك. نعرفوه، عرفناهم خلال هاد المدة اللي عاشرنا ديال النضال، شهاد شي سنتين ونيف تقريبا، عرفنا بنادم راه تفاجئنا في البعض وتفاجئنا فيهم فعلا. يعني شتي تقول هذاك هو الراجل، هو خائن، وتنعرفناهم تنتوصلوا ليهم لانهم حتى ما تيبغوا يديروا ما تيعرفوش، ما يعرفوش كيفاش يدير. سدج، كاينين اللي سدج اللي جاي يضحك عليهم، هما تيهرو الى وراء المصلحه ديالو، باغي يترقى، تيوريه غير الترقيه، تيبدا عليه تيرجع حرير كما تيهم، تيرطبو تيرطبوهم، بدو يضحكوا عليهم. ولكن هو ما دام انه ما عندوش شي شخصيه، ما عندوش شي مناعه ضد ما هو مادي، لان ما مشبعش بالمبادئ، ما عندوش شي مبادئ يعني تيموت عليها ويحيا عليها، صافي ما يعقلش عليه. تفاجئنا فيهم فعلا خلال المشوار النضالي ديالنا ديال الف ديال شي سنتين ونص تقريبا ونيف، نقولوا احنا يعني راه تفاجئنا في البعض، وكاينين تعرفنا عليهم معدن ديالهم طيب فعلا، موت معك في الخط. كاينين الرجال وكاينين النساء، كاينين النساء بألف رجل، وكاينين الرجال اللي يموت معك في الخط وخا بالخسارة، بالربح ولا بالخسارة ما يتخلاش عليك، كاين اللي ما يعقلش عليك. والمشكلة أننا كل شيء هذيك الأشياء اللي تيديروها تنكتشفوها وعارفينهم وكاع، أنا اللي تيهمني أنا تنحافظ على المظلومية، تنحافظ على الملف، تنحافظ على يعني المطلب اللي خديناه كأمانة ديال هذيك 10200 متقاعد ومتقاعد، 10200 اللي خرجنا منهم. هذا اللي جايين تاني ردينه قال لك دوز 154، شحال هادي خرج بقينا معاهم 154، وسرقوا 44 من المكتب عندنا، درنا فيهم الطيقه زعما، كي قال لك عندهم بي سي وغادي يبدا يدخلوا باش ما يبقاش عليا الضغط بزاف، حتى انا كنت نسجل وتندير كل شيء في ذاك، تنستقبل وتنسجل الى اخره، قال لك راه حنا عندنا البي سي ونقادوا داك الشيء، وفي الاخر ولاو سارقين 44 وغادي نبيعها العدو اللدود ديال ضحايا نظاميين كاملين اللي قسم وفرتك الشمل ديال هذاك الملف. كان كل شيء غادي يدوز، كون بقاو متحدين، هو اللي شرد موت يقول لك تفيق، وهذا مزاولين قال لك حنا مزاولين، بقى هو خدام ديك الساعه 2016، قال لك المزاولين، قال لي حيد عليا المتقاعدين، ما عقلش عليهم، ساس كل شيء، ساس لبان، ساس لبان. وكان من تيعاونوهم، كان كاينين اللي كتافهم سخانة ديك الساعة، مسخنين كتاف، كيسحب بحال داير دوز ليا 154، واساني محمد طلع ليا لي ما كاينش طليب، سال شي حاجة غديها، ما تسال حتى حاجة دور 120، ديك السي ديال السعاية والطليب، تبقى طلب دوز ليا هذا دوز، ما كاينش طليب في الحقوق، سال شي حاجة غديها ما غتسالش دور 120،
حيد المتقاعدين اخويا ما عقلوش عليه، ولاو مزاولين متقاعدين. داو 144 قلت لك من يعطون المكتب هزهم ومن تحتيه. ولكن كنا لهم بالمرصاد، وصلنا بانهم ردوا اللوائح وداوها العدو اللدود ديال الضحايا كلش. وجاب 154 قال لي ديما 44 و154 ديك الاسوانه المشلوخه ما كاينه حتى 200 وما قليل، ودوزهم تلقى لهم فيه قليل. وانت كاين راه كاينين اللي اربعه ملف فيه اربعه وما دوزوهمش، ورجع قبل من 2003 ديال الاعدادي، لكن الناس كانوا في الاعدادي كاع مدازم. كاين اللي ملف اللي باقينا فيه 14 واحد مالهم ما دوزوهمش. القانون راه ما تعرف لا الا ولا حتى، مش واحد ما عارف يقرا المرسوم. مرسوم تيقول لك بالنسبه لهذوك اللي ردوهم كانوا مقصير ردوهم متقاعدين، تيقول لك المحالون على التقاعد. المحالون لما كنتش تعرف تفرق بين المحالون على التقاعد والمتقاعدون، من تيتقاعد الواحد تيقول لك تقاعد 1/1/2012 راه مشى تليكيدا، مشى بحالاته ولا محسوب على صندوق التقاعد، مبقاش خدام. واللي ما خدامش بالنسبه للاداره ما تيتسالش، كيفاش غترقيك اداره وانت ما خدامش، ما بقيتيش خدام عندها وتحدفتي ويشطب عليك. تقول لك يشطب يعني الماء والشطابه تقع على البحر، واش عاقلين عليه؟ عرفت تحال على التقاعد وي ما عقلوا عليك. يقول لك يشطب، هذا لو تيرمي الله ولا تيقولوا يحدافوا، يشطب الماء والشطابه تلقى على البحر، ما يعقلوش عليك. وخد خدم معاهم 700 سنه. إذا المحالون على التقاعد 1/1/2012، وجاو قالوا لهم يوم قبل باش تولي اون فونكسيون اكتيف، تولي اكتيف بالنسبة للإدارة. إذا اللي تحالوا في 1/1/2012 راه عطاوهم 31/12/2011، حسبوهم بأنهم خدامين في هذاك النهار وخلصوهم فيه. بالنسبة لهذو اللي تهضر عليهم اللي خاصهم دقيقة ولا ثانية على 12 الليل على 4 الليل، هذوك راه تحالوا بالتاريخ ديال 31/12/2011، يعني 31/12/2011 حذفوا من الأسلاك وشطب عليهم من الوظيفة العمومية، أسلاك الوظيفة العمومية الموش طابة تيقولوا لهم تلقى على البحر تلقى على المحيط. لا بغاو يدوزوا هادو خاصهم يعطوهم يوم قبل إحالتهم على التقاعد. وفينا هاد اليوم هما تحالوا على التقاعد 31/12/2011، غيولوا خاص يحسبوا ليهم 30/12/2011 ويحسبوهم بأنهم خدامين ويخلصوهم في هذاك النهار، وخاصهم يتخلصوا في هذاك النهار لي باش صناديق التقاعد تتكفل بالباقي تعطيهم المستحقات ديالهم. في الوقت اللي من يجي هاد بنكير اللي قالك ما دار حتى حاجة، دار الأجر مقابل العمل، أجر مقابل العمل، وهذا ما كانوا لا خدامين لا ردامين، خلصوهم من المال العام وعاودوا تاني رقاوهم. في الوقت حنا في 2012 قال لك سيدي اللي ما خدامش ما تيتسالش، اللي تقاعد ما تيتسالش الترقية، الترقية من حق النشيط لاكتيف ماشي الباسيف، كاين لاكتيف كاين الباسيف. اللي تفاجأ في 2019 تيفتحوا باب الترقي، داروا لي جوج مشى واحد تاريخ المرجع الاول بحال تيلعبوا بحال تيلعبوا الغميضه، داروا تاريخ المرجع الاول ديال 1/1/2012 واللي كيداو كلشي، كل شيء اللي تقاعد قبل 2016 كان مقصي حتى 2003. عاوتاني داروا لعبة الغميضة أخرى، لأن عندهم كانوا كتافهم سخوان، كاينين اللي مسخنين ليهم كتافهم، وهما يهبطوا تاني حتى للتاريخ المرجعي التاني ديال 1/1/2012. ولكن راه داروا المحالون على التقاعد وعطوهم يوم قبل، لا
لانكم ما كنتوش متبع، ما كنتي متبعش، ما عرفتيش بان في 2011 راه عطاوهم يوم قبل صحاب الاعدادي 3000 واحد اللي دوزوا هذيك الساعه مني سرقتوا هذاك الملف. دوك الاولين سرقوا هذاك الملف وداوه ل 2012، خمدوا عليه جمدوا عليه. كنا في 2012 غادي ندوزوا 2011 ديال 26 ابريل، سحبوا الملف ديالنا لانهم كان الحيط القصير هو الاعدادي هو الابتدائي، ودوز الثالث ديال الاعدادي وعطاهم يوم قبل من 97 حتى 2012 حتى 2003 عفوا 12 جوج 2003، وعطاهم حتى هما يوم قبل باش يولوا خدامين. من تعطيك يوم قبل يعني راه ما عند كنت مقصي تماما. اذا الاختلال الاول والتجاوز وبزاف اودي السي ساكب بن موسى، هادو راه هما كانوا مقصيين، 4000 واج مقصيه حوالي 4000 اللي دوزوا. اذا كي داروا ليهم؟ في حين ان اللي من 2012 2015 كانوا مقصيين، من 2003 حتى 2000 ما تم 2011 هذوك تا هما تقساو وخلاوهم مقصيين، لاحوهم ما جبدوهمش وجاو دوزوا 4000 واج مقصيه. الدليل على ذلك راه عطاوهم يوم قبل وما كانوش مقصيين، غيحتسبوا لهم فاتح يناير من تاريخ الاحاله على التقاعد كما داروا لهذوك اللي تضمنوهم في المرسوم من اتفقوا عليه ديال 1/1/2016 تاريخ مفعول مالي واداري، عطاهم يوم من فاتح يناير من تاريخ احاله او من سنه الاحاله على التقاعد. اذا هنا داك ازدواجيه الخطاب، نذكروا احنا ازدواجيه الخطاب كنا نذكروا ب 26 جوان 26 26 25 اكتوبر 25 اكتوبر 2016 كانوا اتفقوا، هذاك هو التاريخ اللي اتفقوا فيه ب 1/1/2016 تاريخ مفعول تاريخ مفعول مالي واداري، وهو اللي اتفقوا عليه في 25 فبراير 2019 اللي صافي داروا فاليداسيون فاليداو هذيك الساعه من طرف الحكومه الوزاره والنقابه الاكثر تمثيليه. هذاك الشيء هو اللي تنزل في 2019 في 25 اتفاق ديال 25 ابريل 2019 اللي تنزل بالمرسوم الجائر الجبان طبس هم الكحل اقصائي كل شيء الهم الكحل كان فيه ديال جوج 19504. في 25 هذاك الاتفاق ديال 2016 خرجوا تيقول لك لا ما كاين والو، علاش؟ لان ما كانش حاجه تربطهم. ولكن 18 يناير 2022 وقعوا مأسسة الحوار ووقع على ذاك الشيء اللي غادي يكون من أجل هدنة، أجل الهدنة. واي شيء وصلوا ليه غيتم الاعلان عنه. درك ولات المعلومه تديفيزا اخبار القواعد يقولوا لهم الحقيقه دابا، ماشي داخل اللجان تتكون شيء تتفقوا مع الوزاره شيء تخرج تقول لنا حنايا شيء اخر مخالف، تخلي بنادم بدار افلون. درك لا، الوضوح المعلومه. وحنا هذاك الشيء اللي قلنا في فيديوهات سابقه، جاء استمع النقابات كاملين حتى النقابات اللي كاينين ما يعني ما عندهمش تمثيليه استمع عليهم، دار تصور ديالو شامل، دار خارطه الطريق بناء على الاقتراحات ديال استمع عليهم المره الاولى، ودار تصور ديالو شامل زائد تصور اللي كاين عندهم ديال الاداره والوزاره بناء على المشاريع اللي 32 اللي كاينه وكيفاش يتصور الاصلاح وكيفاش هندسوه الى اخره، وما ما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد وتنزيل الجهويه المتقدمه. كل شيء هذاك الشيء اللي دار وجا سمع ليهم وحالهم في 29 المجلس يعني اللجان التقنيه اللي تراسها مدير الموارد البشريه، وطالعوا على داك الشيء كل شيء اللي غادي يكون وعطاو الاراء ديالهم عطاو الملاحظات ديالهم، وجابوا تاني نهار 1/2 جانفي 2019 2021 يعني
جابوا تاني الممثلين ديال الذين فرض عليهم التعاقد، وعطاو تاهم خبروهم باش كاين، وعطاو التصور ديالهم داكشي اللي كان. من جا خرجوا بيه داكشي، دار معاهم تاني الوزير واحد اللقاء، وقعد معاهم وقادوا المسائل، وتم التصنيف فعلا ديال الملفات اللي غادي تعالج بمراسم تعديلية، اللي غادي تعالج داخل النظام الأساسي الجديد، ودارت البرمجة، ودارت ديال يعني المؤسسة ديال الحوار. ونهار 18 راه جابوا رئيس الحكومة يعني أخنوش باش يفاليدو ويؤكدو وتكون هذاك الشيء ينفذ وتكون إلزامية للأطراف كاملين. أنا قابلت وحكومة ووزارة الوصية ديال وزارة التربية الوطنية، إذن كل شيء التزم، فضينا الهضرة وكل شيء مطالع على داك الشيء، ودارت البرمجة ديال اللجان التقنية والموضوعاتية اللي غتبدا من 1/2/2022 وغتمدد حتى يعني تقريبا متم 2000 جوان 2022، على اساس ان في المنتصف تقريبا ديال جويي، يعني قبل من نهاية الموسم الدراسي الحالي، تكون النظام الاساسي الجديد منزل. يعني خلي عليا اللي تيديروا ازدواجية الخطاب يكوي ويبخ، حنا راه شفناهم كل شيء، وقلنا لكم ديك النهار كلهم هادو اللي خارجين تيديروا عندهم مشاكل، وتتقدر تلقى غا تنسيقية وحدة اللي عندها المشاكل وجايبة معاها تاني وحدين اخرين. كل شيء هادشي اللي مديور عندك جوج الملفات، عندك ديال اوريشيل وعندك ديال المتعاقدين، وديال اوريشيل راه هما عطاو التصور ديالهم خلاف اللي بيناتهم، هما هذوك تيقول لك نزلوه بمراسيم تعديلية ولا خلي عليك داك الكرام سر بيا اللي مشي حاجة ما عجبهم، وجيبي الاخرين معاهم. وهادو اللي داروا تاني 154 وهذاك تا هما راه نفس الشيء سربوا عليهم شي حاجة، ومشاو تيغوتو تاني. يعني كانت النقابة اللي كانت متبنية راه مبقاوش كافيهم غير هاديك، راه مشاو تيقلبوا على صاحب دعوتهم، صاحب دعوتهم واحد قساك وقال لك بقيتي بيجي باغي يضرب عليك 154. لا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكاين ديال المتعاقدين الذين فرض عليهم التعاقد، اللي قال لك داك داروهم تاني اطر الاكاديميات، والان تيقولوا اطر النظام ديال الاكاديميات. هذا الملف هو اللي درك باقي يعني وكحجرة العثرة امام اي اصلاح، لما تحلش هذا الملف ما كاينش اصلاح. كيفاش غادي تصلح وانت عندك اكثر من تقريبا راه ولات شي 119 الف تقريبا اللي غادي تكون دابا ديال المتعاقدين، يعني حاسو يتحل المشكل، وهذا ما يمكنش ليه يتحل الا بالادماج داخل الوظيفة العمومية، دي مسألة لا تناقش، باش يكون هناك سلم حقيقي و يتفاعل فعلا هذاك الاصلاح اللي غادي يكون ينزل ويؤجرى ويفعل الى اخره ديال اصلاح المنظومة التعليمية. يمكنش عندك يعني حوالي تقريبا 119 الف ديال المدرسين وطور الدعم، وما غيكونش عندهم واحد الاستقرار لا نفسي ولا مادي ولا واخا تعطيه المادة، نفسيا ولا اجتماعيا ولا اعتباريا ما غيكونش نهائيا. اذا خاص استقرار، خاص سلم اجتماعي، وهذا ما يعني راتي يعني دعوة ديال رئيس الحكومة بأنه دعا النقابات باش
النهار فاتح، فاتح فبراير 2022، يعني الثلاث المقبله، الثلاث اللي بعد هذه. اذا راه باين انهم على غيجلسوا من اجل الفك، باش يفكوا المشكله ديال الاطر الاكاديميات الذين فرض عليهم التعاقد، و100% غادي يكون حل اللي هو يعني يكون مبني على الادماج، لانه راه قال نظام اساسي موحد، خاصو يكون موحد، خاص كل شيء يكون يخضع لهذاك النظام الاساسي الجديد. ما كاينش هيئه مدرسين، هيئه مدرسين يعني تخضع للنظام الاساسي ديال وزاره التربيه الوطنيه، وهيئه التدريس لا تخضع للنظام الاساسي ديال 2003، ديال النظام الاساسي الجديد عفوا. ده خاص كل شيء يكون يخضع النظام الأساسي موحد ومدمج ومحفز إلى آخره، ولكن موحد. أما داكشي ديال التفيه وداكشي قلتو انتوما المساواة تكافؤ الفرص، وما ديروش لنا كما دار النظام الأساسي ديال 2003، والتي تتلقى قسم حدا قسم، هذا تيشد 5000 درهم، هذا تيشد 6000 درهم، هذا تيشد 4000 درهم، هذا تيشد 12000 درهم، تيقوموا بنفس المهمة. بل في بعض الأحيان تتلقى داك اللي تيشد أقل، تتلقى ربما تيخدم في واحد المستوى اللي فيه التعب أكثر من المستوى ديال الآخرين. كاين اللي تلقى تيشد 12000 درهم وشاد شي مستوى مهني فيه، راه مارس فيه لمدة سنين، داك تيولي داك الشيء جي روتيني، رغم أن واحد آخر تلقى تيشد 5000 درهم ولا 4000 درهم إلى آخره، ومسكين شاد شي مستوى خاصو دائما الجديد، دائما يكون على اطلاع بالجديد. اذا هذا الشيء ما خصوش يبقى نهائيا، يكون استقرار باش تكون واحد الانطلاقه فعليه، انطلاقه نحو المستقبل، نحو الاصلاح الحقيقي للمنظومه التعليميه وللمدرسه العموميه. وفعلا هذا الشيء غادي يكون، لان شاروا بان غادي يكون هناك ديال غادي يجتمعوا من اجل ذاك النظام الاساسي الجديد الموحد. ما تبقاش تقول لي هذيك انوفاسيون، ديك حلول مبتكره، نظام اساسي موحد ديال الوزاره الجديد اللي غادي يكون ديال موظف وزاره التربيه الوطنيه، خاص الكل يكون فيه. نقطة إلى الصدر، هذا هو الوحيد اللي باقي. ما ديال داك خارج السلم ولا هذوك، هذوك راه دارت المسائل كيفاش غادي يتحل داكشي. وجو النقابات الأكثر تمثيلية اللي تتمثل شي غيلة كاملة، راه قالت الكلمة ديالها في هذاكشي، قالت كلمتها وقبلها، وراه باقيين تاني داخلين داخل لجان التقنية والموضوعاتية اللي غادي تبدا هي من الفاتح فبراير 2022، باش يتفقوا كيفاش غادي يدير. أما البرمجة وداك المسائل، الملفات تصنفت، اللي غينزل في النظام الأساسي راه غينزل، هو بالعكس راه كانوا غينزلوا حتى الواحد 41 و23، كلشي مبرمج في 23، حتى المالية ديال هادو راه 23، ولاو يعني مقدمينه في 23 في فبراير في يوليوز، خاصو ينزل. علاش؟ باش يكون في الماليه ديال 23، لانه لما تنزل تاني 23 23 يقدر ما يتبرمج حتى الميزانيه ديال 24. اذا بما انهم غادي يكون في منتصف يوليوز، فهذا اكيد انه راه ترصدت المالية، غادي ترصد في المالي داك القانون المالي ديال 2023. إذا نتمنى خير ونتمناو الانفراج، والانفراج قادم بالنسبة للجميع، يعني الفئات التي عانت الانتظارية وعانت من 10 سنوات عجاف. نتمنى الانفراج للجميع، وبأن الملفات العالقة كلها يعني تحل حلا منصفا عادلا، ولا يخلف ولا ضحية ولا واحد يبقى بلا خاطر. أن في الأول وخا نختلفوا، ولكن في الأول والأخير فما
معاناة ديال الرجال ونساء التعليم خصوصا القدماء، راه عانينا نفس الويلات نفس المعاناة دوزناها. فهذا عندما انا دائما تنقول لكم من تنستدل او تناخذ باش ناخذ المشروعية ونقوي الدعامة وادعم المظلومية ديالي اللي هي ديال الشيوخ الاوائل 10200 اللي قطعوا من 2003 الى مدة 2011، وايضا ضحايا الزنزانة التاسعة، ضحايا المادة 112، ضحايا القوطة، ضحايا المادة 115 الى اخره، اللي تقاعدوا بالسلم التاسع ومادون، واللي تقاعدوا بالعاشر ومادون. فهادو يعني راه لهم الأولوية والأسبقية. وقلت لماذا في فيديو سابق، يلا جوج بوجورات، يلا خدموا لينا معروسكم، ونتمنى الخير للجميع، ودائما صمام الأمان للمظلومية ديال شيوخ التربية والتعليم حتى ننال الحقوق ديالنا، وما النصر سوى صبر وسعة. يلا السي بن موسى قاد لنا الملفات، يلا تبارك الله عليكم، الله يعاونكم.